العياد اللي فاز في مقطع الجمهور، المقطع اللي راح شفتوه ياد، وش الشيء اللي تحلم فيه ودك تحقق الفترة دي؟ شوف فعليا بعد ردات فعل الناس في المقطع الأخير قررت أصير صانع محتوى. والله في هذا المقطع يا جماعة راح نحاول نساعد إياد ونخليه يصير صانع محتوى، وراح تشوفون رحلة كاملة من إلى بكل الخطوات على طول. والله على طول ياكل رزق يا اخوان. والله لو والله ثم انت طبعا ترى الناس حبوه مرة، شوفوا المقطع اللي راح ما ادري ليش حبوه صراحة. ليش؟ غار والله غار بسرعة يا اخي، لا تحبون احد طلعت معي. خلاص بسم الله، المقطع هذا بنحاول نحقق الحلم هذا لنا الاثنين باذن الله. لو انا قدرت اني اطلع يعني اساعدك بيكون خير وبركة، اني فاشل خلقه اصلا. لا فيك الخير والله صدقني. بسم الله بسم الله. اياد ما ينفع اني اعلمك لان تقريبا اقل واحد اشتركات باور، عشان كذا يا اخوان الله يرضى عليكم اللايك والاشتراك. شوف لايك واشتراك ابو سعد. حتى احمد محسن ما نفع معي ورب الكعبه اللي الحين حزين، عشان كذا اشتراك والله يرضى عليك. طيب معنا الاستاذ عزوز اللي بيشرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد هويه. رقم اثنين افكار المقاطع. رقم ثلاثه حلو. اول ما تخلص المقطع صورت مسكت الموجه سويت اللي عليك، باقي ايش؟ تعطيه الاديتور اسطوري يمدد لك اياه صح. طيب يا جماعه الخير قبل شوي سمعنا كلام عزوز، طبعا كلام عزوز ما حد راح ياخذ فيه. طبعا احنا ايه. مش على الشيء اللي احنا نبغاه. ايه احنا نبغاه طبعا. فعزوز تزمها. طيب يا اول شيء ايش قال عزوز؟ استغرب مني والله راح تفشل اقسم بالله. قال اول شيء هويه هويتك قناه. طيب خلينا نقول اغلب اليوتيوبرز اللي شفناهم للحين كلهم وجيههم عشان الناس تعرف وجه زي يا مثلا الله الوسامه كلها هذا اللي مخسرني. طيب يعني ناخذ لك صوره بسم الله. طب هذه بنقعد نسويها بتشوفون في المقطع هذا يا جماعه احنا نسوي كل الخطوات كل شيء يخص قناتي هذه. انا اسوي يعني صور على الرايق، ماني مره فنان، ومونتاج على الرايق، فبنسوي كل حاجه مع بعض من الصفر ان شاء الله. تمام يا سلام يا سلام والله هذا حلو، هذه وذي يا سلام والله فن، هذا افضل واحده مع الفوتوشوب صدقني بضبطك بسم الله. طيب اياد حملنا الصور قبل شوي اللي سويناها. طيب الله المستعان اعلان بسوي الصوره. اثق فيك ابو السعد والله، اثق فيك والله، قسم بالله راح نفشل الاثنين. فشلنا مع بعض زي نجاحنا. طيب هذه الصوره اللي قررنا نبدا أيوه. فيها صح أيوه. اللي هي صوره اسميها اسم الحبتين. الحبتين اي الحبتين الحبتين. حلو. طبعا الناس كثير ما تعرف ان لي 10 سنوات في يوتيوب. حلو شاي. بس هل العشر سنوات ذي ما اثمرت بشيء؟ لا تسالني خلاص بسم الله. واضح السؤال. طيب بما اننا واضح ان المطولين مره طب ونرجع لكم ان شاء الله. يلا شوف اللوغ القديم يا حبيبي، شو الفن. الله شوف الله. خلنا نرسم يا شيخ، خلنا نرسمك مره واحده. والله اني ما قصرت فيها. الوجه قد كذا الوجه وجهك ليش قد كذا؟ ليه وجهك قد كذا؟ ايام ما كنت دوش. طيب دقيقة، الواضح اننا فشلنا مرة 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 والله ما في اي مع انه والله الصور حلوة، لكن واضح اننا فشلنا في موضوع الهوية يا اخوان، ما عرفنا نسوي الهوية. هو مشكلة مو فيه ولا فيا، العشر سنين اللي تعلمها المشكلة في العشر سنين دي. هوية القناة يا اخوان فشلنا فشل ذريع قسم بالله اكس، لذلك راح نتعامل مع مصمم هو اللي يسوي الصور، نرسل له الصور هو اللي بيسويها، هو اللي بيسوي البانر وازرق واسود وكل الامور هذه، تمام نرسل له الصور. فبس دقيقة الحين انت ما قلت لي ما راح ترفض لي طلب في هذا المقطع. حلو. هو المقطع باسمي جائزتك حق اي شيء تطلب جائزتي صح ولا لا؟ الان نبغى نتغدى. لا لا مو على كيفك. لا على كيفك انت مصور. انا ومصور الله يقويكم روح، وانت تجلس عيد وتطالع فينا لين نخلص. يلا يلا جاء هرمون الفيلا، هرمون الفيلا، الواحد يدخل الفيلا يلا بعرف الناس بعرف الناس دور الناس حقي هذا الان. كيف مقطع قلنا فكرة المقطع. بسم الله يلا مصور يلا مشينا يلا يلا بسم الله. رب الكعبة لا ذي بسم الله. الله يعطيك العافية أبو السعد. معانا وين تبغى؟ معانا ستيك هاوس. أتوقع إنه خيار مرة جيد. قطة صح؟ ما راح ننزل. نقط؟ عيد عيد. نقط؟ إيش؟ نقط؟ لا مو في أي قطة ولا ريال. طب هذا مطعم يعني إن شاء الله راقي يعني. لا أكيد راقي وراح نشوف المنيو الحين. إيه. في عندهم إن شاء الله زنجر. الحين ابغى افهم شيء والله صدق لا انت شرحت. حلو. الحين أنت قلبت المقطع هذا عقاب على أي أساس؟ ترى جائزة. هو لازم تفرض شخصية، والمشكلة انها كانت عليك انت. طيب يا جماعة عشان لا ننسى ترى هدفنا في هذا المقطع ان نسوي قناة لإياد ويبدا ينطلق ان شاء الله في مسيرته الله يوفقه باذن الله. تمام زي ما انتم طلبتوا في مقطع الجمهور انه يفوق قناة ان شاء الله. حلو. طيب يلا نطلب عاد نطلب. تكفى خلنا خلاص والله خلاص. تعرف حاليا ان انت اللي راح تحاصل هذا اتفقنا عليه صح ولا لا؟ اي طبعا طبعا. انت فايز بعد 40 تاسك طبيعي ان الحمد لله. حلو. الحمد لله هذا من فضل ربي. حلو. فاشكرني حاليا لاني خليتك تطلب. شكرا. ترى اسهل شيء يعني ما راح اقول لا ما اقدر اشكر الحين بعد رده فعل الجمهور على اخر مقطع.
وش كان شعوره؟ أقسم بالله ما في كلام يقدر يعبر عن الشيء اللي طلع بعد مقطع أبو السعد، من كلام، من مدح، من ثناء، افتح قناة، صير صانع محتوى، هذا كله سلك لطريق جديد ما كنت أفكر فيه مرة. فالحمد لله، وزي ما قلت شكرا حالياً، أنا أقول لك شكرا. شكرا على التجربة اللي والله نصيحة ربك، أقسم بالله شيء حسيت بإنجاز ما يدخل طبعا. لا طبعا إنجاز ينتسب لله ثم لك. الله يسعدك. كيف بسم الله الله هذا حق هذا حق. شكرا لك. هلا كيفك؟ يا الله زمان ما صورت بكاميرا. ياد كيف حالك؟ والله الحمد لله، اقسم بالله اني زمان ما مسكت كاميرا واشتقت. يا شايف انت كيف؟ يا الله ايام ايام. يعني شوف خلنا نسوي مثلا كذا لقطة سينمائية. طيب يا جماعة مصور سحب علينا لذلك. اي والله احنا بنسحب عليه، قاعدين في السيارة نسوي اي فعالية. يا اياد. ها ها اياد، انا اياد كيفك؟ الحمد لله. امسك ما يدخل. شوف شوف والله والله. طيب خلاص الحين والله جت فصلة بعد العشاء، ما ادري بعد الغداء، لذلك بنرجع الفيلا. فين فين الفيلا؟ فين؟ ها عكس عكس بدباب. يا ناس يا ناس وربك كعبه ننزل. ايش نقول؟ ايش دول كثيرين والله كثيرين راوند 100. اصبر المهم ايش كنت بتقول؟ نرجع فين تقول بتروح؟ اي بروح الفيلا طبعا. ابغى محل ملابس رجاليه. طب انا عندي سؤال. هات. والله جد عندي سؤال. مين اكثر واحد وما حد بيزعل ان شاء الله؟ حلو. من الجمهور كان قريب منك في المقطع؟ اكثر واحد اثنين والله صراحه. يعني شخص تعرفت له؟ اثنين. عندك فراس؟ يا عمري فراس. وعندك بسام. الاثنين والله ونعم. الاثنين. فيهم كلهم طبعا ما قصرهم الباقيين. اي والله الاثنين دول يعني اكثر اثنين. حتى كنت اسولف معاهم يعني بعد المقطع. المجموعه كلها والله كانت طيبه. اي والله. هاي يا محل هذا وقدامنا. شوف 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 بالله ورهم سروال كذا معلق فنايل. سلام. عارف شخصيه عامر على شباب بوب؟ اطلع لك صوره ما عندي مشكله. افضل نفسك. هو عامر دب ما يمدي يعني الحين. يعني نفسك على الوحده عادي عادي ما عندك ما عندك مشكله. انت وريني الثوب والبطاقيه. ابغى ثوب بني يعني. اتوقع انه يلبس صح ابو سعد؟ والله ما يدخل عاد. انت تشوف اني اشبه عامر؟ يمكن كفته والله. عامر تكفى. لا ما تلبسني عامر والله. ما انا فاهم يا ناس. انا فاهم مقطع الجمهور كذا. بحذف ام المقطع حق الجمهور واجحد انه فاز والله. هذا لي صح اكيد 100% لك يعني. طيب. انا مستحيل يا ابو سعد اخذك مكان ما اشتري لك. الله يسعدك. اوه والله عامر صدق اتحداك. شوي شوي انت والله يعطيك العافيه. لا حد يطالع. الله يعطيك العافيه. ما حد راح يطالع. اي مو عشانك فزت. غير انا ترى شوف تراني بلبس عند السجادة يعني لك ذنب لو طلعت قسم بالله. شوي نجيكم يا متابعين. اديتر اقسم بالله لا تحفظ اللقطات. واخر عني واخر. The next day. انت معانا في الفريق ولا ايه؟ خذ خذها بالله يا مصور. حاول تتكلم. شوف اللوك اللي بيطلع فيه ابو السعد. لان انا اتوقع ممكن مو عامر يمكن عماير بيطلع ولا شيء زي كذا. بيطلع مره كبير. فالمهم على هذه الاثناء بطل لايك تراك كومنت. ان شاء الله انه يعجبكم المحتوى ذا. على بال ما يخلص ابو السعد شوف اللوك اللي راح يطلع فيه النهائي. هذا شويه باقي كثير. الشيء اللي باقي مره كثير ما راح يدري عنه ابو السعد غير يوم نركب السياره. فانتظرونا وخلوكم معانا. اتحداك. اعرف لكم عماير. بعد ما كان عامر صار عماير كثير. بالله ايش رايك؟ والله طقم. خلنا نرجع الفيلا. طيب. تفهم ولا ما تفهم؟ بالله ايش رايك بالاوتفيت اللي انا اخترته؟ تبي الصدق؟ اي لايق عليك. والله لايق عليك. اقسم بالله لايق على جسمك. يعني هذا حدك. إيه. بس كان ناقص 3 مليون حمضيات. اي زين زين. تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم اركز بدايتك. تفهم ولا ما تفهم؟ اركز بدايتك. اخ العيال النصراوي. بس اقسم بالله شكرا والله. ايش رايك؟ اقسم بالله شكرا شكرا. طيب شايف وربي لا تغير. خليك كذا. خلي الناس هذا عندك شخصيه. طلع اسم الشخصيه هذه. طلع اسم مال عمار. لا لا مو عامر. لا عماير عماير. قيم كم الاوتفيت؟ 10 من 10. يعطيك العافيه. شكرا شكرا شكرا. طيب نرجع نكمل شغل الان. طيب يا جماعه الان بنشوف اللوجو. طيب اللوجو اللي سواه المصمم كان هذا، ولكن احنا كنا نبغى اللون ايش؟ ازرق واسود. ازرق واسود. حلو. فغيرناه وحطيناه. والله حلو. حلو. والله حلو. حلو. والله حلو. والله حلو. وهذه البنر او الخلفيه. الله. اقسم بالله ما عرفت. اقسم بالله. ايش الوسامه ذي؟ ايش الوسامه ذي؟ ان شاء الله مع البنر والتصاميم هذه حقت ناصر. ان شاء الله. اتوقع ان شاء الله خلال سنه بتجيب 1000 مشترك. انا اتوقع بيصير شيء جديد في اليوتيوب. تعرف ايش؟ ايش؟ المشتركين بسالب. سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثه، سالب اربعه. اول ما يوصل سالب مليون انا.
عندي درع السالب فيه. ايوه غير المقطع اللي بنصوره دائما حاول تقول للناس انه ترى انا اعرف ابو السعد انا اعرف ابو السعد ناس بتنجن عليك والله لا اسمع توي مقطع مدعني توي اغنية خلال 24 ساعة والله تم اقسم بالله وصل المقطع ذا 70,000 لايك 70,000 لايك اقسم بالله تقدرون ورب النعمة صوته مرة حلو طبعا امي تتابع ف صوته مرة حلو ما راح احفظها لك يا رب ننشد ان شاء الله يما اي مؤثرات صوتية بس هذه الله اكبر والله يبدها الله حلوة شكل القناة الحين يا اخوان تحول من الشكل اللي تشوفونه قدامكم الى الله هذا شكل والشيء الاهم اللي بعدها عندنا اللي هو تصوير المقطع راح تشوفون ان نصور المقطع كيف نصوره كيف نجيب الفكره وكيف نحط كل حاجه وناخذ ثنين ونضبط الامور وان شاء الله يعني نهايه المقطع هذا بتشوفون كل حاجه باذن الله بسم الله قمنا يلا طيب يا الحين شفنا الصوره عجبتك كان الوضع كويس الحمد لله باقي اهم حاجه اللي انا زبال فيها الصراحه فكره المقطع ليه حلو فتفضل انت ما امي دخل فيك انسب شيء نشوفه او اشوفه بوجهة نظري اللي هو المزاد The next day. طيب اسمع تعرف لعبة الجنجا ذيك على الطويلة ذيك الاسحب خش اسويها باقي يعني نزلوها في كل مكان خلاص هذه صارت خلاص يا رب والله ما هي خالد هلا تعال نبى فكرة انت خالد فكرة اسمك فكرة مقطع مين فكرة مقطع لياد بيبدا يوتيوب لياد تبدا يوتيوب صح ايه طيب اسمع الفكرة هذه هات بداية بداية حلوة تبدأ تعرف الريتم وتعرف الكام تتعود على الكام ما ينفع تبدأ مقطع قوي مرة بطلع. حلو انت باقي ما اخذت على الكام حلو فابدأ الكام تقدر تعدد مع مين هذا عمر عماير عفوا عامر صغير هذا عماير كثير ذا خلاص نعتبر احترم قناة ابو السعد احترم قناة ابو السعد ولا تنسون لايك واشتراك نعتمد خلاص نعتمد اخر حاجة بضيف على فكرة خالد زي ما اتفقنا حلو اننا بنحط عقاب المقطع لان العقاب بيضيف حماسة للمقطع هذا هو حلو والعقاب راح يكون ولا خلنا نقول العقاب في مقطع خلاص بيشوفون هذول يلا من ورا كم تقدر تعد في ثانية أو 30 ثانية أركض بدايتك أركض بدايتك طبعا ما أركض تعداد يا حبيبي الآن الفاصلة حلو الجولة الفاصلة بسم الله جاهزين؟ طيب يا جماعة الآن خلصنا التصوير زي ما شفتوا قبل شوي والمقطع موجود تحت في الديسكريبشن أكثر المهام اللي تقروشني اللي بعد التصوير وشي الثمنيل المعروف حلو أقسم بالله بنتعب يا جماعة من أكثر الأشياء المقرفة زي ما قلنا الثمنيل الآن بناخذ ثمنيل لمقطع إياد ومقطع فبنوريكم هذا طبعا المكان المعروف في الفيلا وروم مصور هذا مكاننا المفضل كذا أفضل مكان للتصوير في الحياة والآن برضو عشان نستغل الوقت برسل المقطع للإديتر عشان يخلص بسرعة وقت إن شاء الله يلا بسم الله خليك الجداحة تصور رياكشن كذا اللي لا سو نفسك تفكر اذا بطالع ولا لا لا طالع في الكاميرا سو نفسك تفكر هاي ثمنيل مقطعك الان باقي ثمنيل مقطعنا وثمنيل مقطعنا رسمه في بالي طيب يا جماعه الخير وكذا وصلنا نهايه المقطع تونا سوينا الثمنيل اللي هي اخر خطوه مقطع ياد موجود تحت الديسكربشن تونا صورناه مقطع رهيب لا يفوتكم اي والله ان شاء الله ما قصرنا معك والله سامح على القصور والله ما وترى لازم اذا صار اعز الاخويا لا احد يزعل يعني اذا ذبينا ولا شيء لا والله مره ايزي ومره احبي مره شكرا اقسم بالله ما قصرت معي ابدا الله يسعدك وما انسى هذا اليوم بتاتا البتة الله يعطيك فمرة شكرا ولا تقصرون مع ابو السعد حسبي الله ونعم الوكيل لا تقصرون مع ابو السعد لايك واشتراك واللايك على تسالوا اللايك والاشتراك تكفون ضروري والله ضروري طويل جدا نصور من الظهر والله مع السلامه مع السلامه شفت المقطع لا تنسون يا جماعه الخير الدروب الجديد الان متوفر في متجر باور بالثلاث الوان اللون الابيض واللون الاحمر واللون الاسود ولا تنسون تستخدمون كود الدعم رقم 1 يعطيكم العافيه